Special Guest. فرحان الليلة برشا برشا باستقبال دي انفلونسور دي كرياتور دو كونتينو اللي كل واحد فيهم نجح باش يعمل لومبرانت نتاعو في لونيفير ديجيتال. كل واحد والكونتينو نتاعو. عنا شكون مغروم بالاخراج مغروم بالزيفي وعنا شكون مغروم بالتحليل والتبسيط السياسي. ضيوفنا الليلة هما بكل حب كل من سامي شافعي ولؤي شيرني. مرحبا لؤي شيرني. عسلامة. مرحبا. شو احوالك؟ فرحان برشا لينا بحذيك تصنفهم. كل ما نبدأ بحذيك فرحان لحقيقة. هو وين ما يصير اللقاء لهنا نقول ربي قدر الخير. طبعا نذكروهم طبعا نذكروهم أكثر. سامي الشافعي مرحبا. مرسى عليك. مرسي بوكو اسماعيل. بالحق ديما نفرح تكون بحذيك. واليوم أنا شو متقلق شوية أنه لؤي موجودة. ما في باليش حتى حازم بحق ما كناش في بينا و... بالرسمي كيفاش نقول لي على الاقل نعمل نخرج نخليكم تفضوها كيفاش تحب. جست برا نكملوا مره ثانيه. نكملوا مره هذه وكا اكسبسيون اكسبسيون نقدروا برشا متعلم بس قاعدين نفادلكوا لؤي وسامي اللي هما دي جون اللي انا للامانه معناتها مش راهنت عليهم مش قلت اللي يخدموا في خدمه مزيانه مش مره مش اثنين مش ثلاثه وفي كل مره باش نكمل على نفس المنويل. اما سؤال ما تروح هل انتم باش تكملوا بنفس المنويل؟ برو عاد انت يعطيك الصحة اللي تعمل فيه ديما تشكر فينا وكل شيء. انا نحين بحق جوست نحبيت نبريسيزيها قبل ما تحط الساوند تراك اللي نسمع فيها. رجع عرفت خط عادي برشا شكر لي والله. صحيح عادي حبيت انا حاضر شنو شكره هو دبلنا صحيح يسأل شيء. اما جاوب انت الاول اي مثال. نفس ال نفس الانفي نفس الموتيفاسيون. والله الحقيقة في حاجة اللي نعمل فيها انا ما نكذبش عليك دي هو دي با دونك ما عنديش نفس الموتيفاسيون. ديما نحاول اللي يكون عندي البونسي انه نكمل. اما الحقيقه اسماعيل فما دي مومون تاع ليه صحيح مش مره مش اثنين خاصه السنه برشا دي مومون جاو كيكه واخرهم ظهري كتب فيه ستاتيو هذاك تنزيدو مش نحلوه برك اون فالو ديكورتيكي معناتها. سامي مازلت نفس لونفي اللي بديت بها؟ مازلت نفس لونفي الحق ومازلت ياسر موتيفي على الاخر على الاخر ومازلت ديما الحب اللي عندي للسينما والكرياسيون دو كونتوني ديما موجود وديما نحب نطور من افكاري. لك تبقى صحيت لكن بالرسمي الاتموسفير جينيرال نحس كل مرة وليت تندخلوا بيان سور في التفاصيل بعد معناتها ما نحس وليت عارف كي قد ما تتعرف ولا قد ما تولي عندك اكثر نوتوريتي وكل شيء يولي العبد ياسر خايب معاك على السوشيال ميديا جراتويتمون. هي ما ان جو انت هذا اخترت باش تدخل فيه. لا مانيش نحكي الجو نتاع قبل. لا نحكي جو ولا فما ريجل تبدلوا. لا ريجل تبدلوا فما حاجات بيزار فما اتموسفير وليت ياسر توكسيك فما الناس نحكي على تونس ها نحكي على تونس. نحكي على تونس. وليت تتعدى تعمل حاجه انت من عندك من فلوسك تدون افون تعمل برودكسيون نتاعك ويجي عبد انسان يعمل هكا يقول لك تيت ويتعدى اقولكم يا ما تفرج الجملة يقول لك انا امبوسيبل نضيع وقتي من حيث نفرش الفيديو نتاعك وتحكيو على تا 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 وهو صرصتك فيديو كاملة فهمت الفازة وبعد يعرضك يقول لك تبارك الله عليك على خدمتك اكسترا فهمت. وفيت نحس اخر حاجة فمزن. نحس لي كي انسان يولي بابليك فيجر ينسيو انه انسان باه. فما هو ستاتيو مهم ياسر ستاتيو هذايا باش نقراه لكم باش نبدل الاوردر نتاع لا ماهوش ستاتيو نتاعو تو نرجع له. قبل عامين كان فما صفحة علمية تونسية هيلة اسمها خرمولوجي صاحبها تقلق من تعليق الناس السلبية والهجوم عليه وقرر يوقف النشاط متاعه. وقتها ما فهمتوش علاش لكن اليوم فهمتو. شكون كتب هذا؟ شكون كتب هذا؟ ما نعرفش تاعي بربي قلنا شكون كتب. لا علينا انتوكا فهمتك. شو انا مستحيل ان شاء الله ما بطلش لك انا ليه ما نعرفش انت انا جو بونس با كي نشوف له اي جو بونس با يبطل في الحاجه اللي يعمل فيها سواء السياسه ولا الكونتينيو جديد ما نعرفش باش تحكي على روحك بعد هو ناخذ الفكره خاطر كلامه في حد ذاته علي شونشينيت بالستاتيو هذه. اي عندك الحق كلامه في حد ذاته يخلينا نمشيو نتسائلوا على مش الاسبي توكسيك من غادي من توكسيك اللي ولا موجود على لي ريزو سوسيو. هو في حد ذاته اللي اختار باش يدخل للعالم هذا يعرف شنو يستنى فيه من الاول ويعرف شنو محضر له اليونيفير هذا لكن عمرنا ما كنا نتصوروا نهار باش توصل للدرجه هذه. هو انا الحقيقه اسماعيل تصور ال مش ماذا ولكن هالحاجات الخايبه اللي قاعده تصير ماهيش بعيده على اللي قاعدين نعيشوا فيه. تونسي مستريسي متيقر يفد كذا. ولكن انا صرت ماما نحسوا انه مثلا الكرياتور دو كونتينو ولاو
حاجه نعلقوا عليها السبان نتاعنا من غير ما نفرجوا. تفكر جيت اثرت ماما سياسيين تسبوهم اتوري ترافي لي كرياتور دو كونتينيو كيك بالباهي بالخايب. يعني فينالمون صانع صنع شنية صنع محتوى شنية المحتوى اللي عم فيه مغير ميم ما ناخذه حتى ننقده ولا نخمه واللي هي حاجة خايبة برش على خطر سيتا خلينا نقول سيركل فيسيو باش تقعد راجعة يعني دور فينا المو انا كان نسب عبد نحس اللي انا شيخ في الموضوع. ما تنسيش اللي ولينا نتبع بعضنا اليوم نعطي اكزامبل يعني باش نستعملوا مره وثني جوست لحظه سي ميسيو شافعي نعطيو الاكزامبل نتاع فلوجه مثلا والله جيت نقول نفس الاكزامبل باه تفضل من كمل انت والله نفس الاكزامبل اي كمل سي ميسيو الاكزامبل هذا فيش قوي اسماعيل يخطف لك الفكره ويقول لك تفضل اي مش نورمال الاكزامبل تاع فلوجه ناس كل سبتو من الاول باهي بعد ناس كل تبع حلقه بحلقه بعد ناس كل وقفت السبيه وشجعوا مثلا شجعوا على الاخر رحمه يموتوا عليها محليها كل مره هي تظهر ديما يقولوا عليها حاجات يصير محليها وكل شيء شفتوا في فلوجه واللي يهبطوا دي سيكونس نتاع دونس يعاودوا يسبوا فيها شنو الدونس هذا تذكر الكونتراديكسيون البارادوكس تعرف سيمين لهنايا علاش انا عملت فيديو على فلوجه انا عملت فيديو ما بين لي دو خد ما بين لي دو اوبينيون تاع ها فما مجتمع يقول هكا فما عباد اخرين يقولوا هكا. انا فاش مقلقني في فلوجه الحقيقه وانه الحكايه يعني وصلت لمؤسسات الدوله انها تاخو قرار بايقاف من اول حلقه وهذا المشكل الكبير اللي فينا ممكن ترجع تقول كان هذه مؤسسات الدوله واعلى المؤسسات تخمم هكا ما تخاف على الايماج نتاعها ليه تخاف على الايماج نتاعها فما برشا حاجات خايبه قاعده تصير نجم تخاف على الايماج نتاعها مش من فن مش وخاصه وهذه الحاجه مهمه الاخرى اللي نحن عندنا هيك واللي لا كافي حديت قلت ناخذ الوقت نتاعنا قبل اكزاكتومون واللي هي ديما تخرج لي رابور ديما تخرج اما انه تاخو اوبينيون كيكا وتقول نحن نتدارس الحاجه ذي في مجلس وزاري كي انت كمؤسسه دوله تخمم كيكا على عمل فني فما بالك المواطن على برشا حاجات قاعده تصير فهمت هو في حد ذاته تنجم تقول ترجمه قام بها المواطن اللي فكره نوعا ما كي يشوف اعلى هرم الدوله ولا السلطه يتصرف بالطريقه ذيك ويقول اللي هو اون مناس فبالتالي احنا نوعا ما نحاولوا معناتها نتبعوا نفس ليكزومبل هذيك لا علي خليه هذا خليه خاطر فهمت يطول ان ديبا يطول برشا نجولوا اي شيرني سيدي بن سيدك وبكل اسف اليوم وصلت للحيط في السنوات اللي فاتت وانا نصنع في المحتوى كنت مقتنع انه كلامي فيديوهاتي حتى لو كان بشكل بسيط يساهموا في التغيير او طرح فكره والتاثير لهدف واحد وهو تحسين البلاد والاجيال الصاعده وخلق محتوى بديل يكون تعليمي تثقيفي يدغدغ المخ. كنت الفيديوهات نعمل فيهم بنفى الصادق وبيني بين روحي مرتاح وفرحان وكي قابلني شكون في الشارع يقول لي والله الفيديو هذاك خليني نتبع سياسة ولا فيديو تاريخ نجحني في الباك نفرح ونزيد نقدم. اليوم نفس اللي نعمل به في الفيديوهات مع تصادق ومخي سيطرت عليه فكرة ظلمة ظلمة خلاص السياسة ماتت في البلاد وقتلتنا وقتلنا المنطق والنقاش المجتمع دخل في حيط وما عادش عارفين في رواحنا عارفين رواحنا شكون وين ماشيين وشنو نحبوا نكونوا. سيطرت علينا مواقع التواصل الاجتماعي بسمومها وتفاهتها وين من تلفت الناس هربة من البلاد برا وبحرا وجوا حتى لو كان يعني الموت في الطريق. أصبحنا سجناء اليوم اللي نعيشوا فيه ونستناو نهار غدوة باش نعاودوا نفس الحاجة وكيف الناس الكل تسلت تلك الأفكار الخبيثة المخي وخلتني نخمم أنه لا فايدة أني نعمل فيديوهات لا سياسية ولا تاريخ ولا غيره ولأنه بكل بساطة المصير في هذا البلاد أصبح واضح وحتم. اسمع مع الغنية تو عرفت قديش قديش ستاتيو كاسح حسيته باش يبكي والله قديش ستاتيو كاسح خاطر كي كتبته حتى من بعد كي خمم ما تصورتش ما هكا كي واحد يقرا في البروفوندور هذيك. هل هي وجعة على تونس ولا وجعة على روحك ولا وجعة على مستقبلك ولا والله ما نعرف سيمي من اكثر العباد اللي يعرفوني ما نخممش في مستقبلي كشخص واحد الحقيقه نتعرف يعني ما نحبش نخمم فيها الفكره هذيك ولكن كي نشوف شنو قاعد يصير في البلاد تو سامبلومون يعني
كي نشوف لي ديسيبسيون اللي صارونا كدي جون، كي تشوف تتلفت على اليمين وعلى اليسار اصحابك الكل قاعدين يخرجوا لبرا، حاجه توجع على الاخر. بس كان باش يسمعنا جون لو اي شيرني، كان باش يسمعنا انسان كبير في العمر اللي هو باش يقول لك يا معلم ملا دوزه نتاع بيسيميزم قاعدين يسربيو فيها. مش بيسيميزم، اما نحب نكون واقعي ياسر تماما. ماهيش تونس كهو تعيش في الكريز، ماهيش تونس كهو في حاله صعيبه، معنا اعوام. المشكل هو انه جينا دي زوبورتونيتي نتاع هذا المومون اللي باش تتبدل فيه تعاود تصير ديسيبسيون. قاعد نشوف من الناس اللي حاولت وتعبت، لي جينيراسيون اللي عطاو من وقتهم، اللي فيهم اللي توفى، فيهم اللي خرج، فيهم هذا كل اللي يخليك تخمم، فيهم الناس اللي عملت كرياسيون دو كونتوني وبطلت. نجم نسميه اباندون بمعنى الضياع؟ لا بمعنى كونه انسان سلم وخلى ومشى وما عادش يحب يحارب. ليه مش في الكام تاعينا؟ اللي في الكام تاعينا نعتبرها وانه فتره نتاع ما نحبش نقول اكتئاب، ولكن فتره نتاع طحت، كليت كف طحت، كليت بنيه طحت. يعني انا كنت نخمم مش معناتها بطلت. ليه مش معناتها بطلت؟ خاطر كان حل انا نخمم الافكار اللي عندي والفيديوهات اللي حاب نعملهم، اما انك تقوم الصباح ما برسمي مخك ظلام، ما عندك حتى لؤي. هذه اخترت خدمتك. اي اكزاكتومون اخترت خدمتك، معناتها عباره خباز قلت لي فادد من كونه يبيع في الخبز يوميا. اي ما مش تعرف قديش الفروستراسيون انه كي تخلط تولي الخدمه اللي انت تحبها واللي انت قعدت برشا باش توصل لها تولي تاخذ ديستانس منها. يعني وصلت للبرشا، فهمت؟ ده على انت سبب. ممكن برشا اللي نكون انا سبب، ممكن اسرت ماما ما فهمت زاده حاجات قاعده تصير في السفير ديجيتال، ممكن كبشت في حاجه اكثر من لازم، ممكن غلطت، ولكن الحقيقه كومول. انا كي نسمع سيمي شافعي انفلونسور ولا كرياتور نتاع كونتوني على ديجيتال يقول كونه وليت مسيطر علينا مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف، معناتها يقول لك انا مؤثر وليت عاجز على التاثير، معناتها يلزمنا لهنا نراجعوا برشا مفاهيم. اش معناتها مفاهيم المؤثر؟ اكزاكتومون. اش معناتها مفاهيم زاد كونه انسان مسيطر علينا مواقع التواصل الاجتماعي؟ معناتها ندوا سوبوزي 1000 سؤال اليوم. عمل عليه فيلم وعنده فيلم اخر. هذاك عليه سؤال سجن الارقام، هذاك عليه متوجه له سؤال. وفكره الفيلم الثاني مهمه على التنمر الالكتروني على سايبر بولينغ للناس المعروفه، فهمت؟ بوغ اتر بريسي زاد، فهمت؟ الفاز هو انه انا فاهم بالرسمي كي نشوف بوتنسيال له اي، ومش خاطر صاحبي راه فهمت بالحق قاعد نحكي بطريقه ياسر نوت، كي نشوف بوتنسيال نتاعو اون جينيرال للخدمه اللي عملها والفاسون كيفاش يخدم بها كل شيء، نقول نشوف دي انفلونسور اخرين في بلدان اخرى ديجا يبداو يعملوا في دي بودكاست ودي مع دي انتروتيان مع دي سيسين اخرين، ويجيبوا يجيبوا سيسين اخرين يعملوا معهم دي ديبا. تشوف حاجات صارت في اليويس، تظهر لي واحده دخلت في ستريم ببجي ولا حاجه هكا اللي هي مع تكون في ليزيكسيون بريزيدونسيال وكل شيء، بعد تعمل هكا انت تقترح فكره يخردوها لك سوشيال ميديا، فهمت؟ تقول له تقترح فكره جديدة امبورت كوا، تقول له تقول له اي حاب يعمل معناتها انترفيو. تونس قاعده تقتل في وليدها؟ لحظه انا ذي نعرف ديما نجاوب عليها وليد، تونس مش الارض، الناس بيان سور الناس الارض مش نورمال. هاو نحب نركز، تونس كي نقول تونس مثلا تعب مش الوطن اما الدوله، صحيح مش الوطن، الارض راهي مش نورمال، الخضوريه والدنيا والصحراء والبلايص الكل والولايات الكل محلاهم على الاخر. كما قالوا اي من عاش اسكو الشعب ما عاش يحب يعارك، خاطر الى يتي ديسو برشا مرات، اسكو في اكتئاب كبير؟ واي احنا في اكتئاب كبير، احنا من اكثر البلدان الديبريست في العالم معناتها، فهمتني؟ والحاجه انه معاش ولينا معمرين باش انه هذيك عمل حاجه تيتو يعمل عامله. انا نقول ليوناردو دي كابريو كان جي في تونس يقولوا ممثل فاشل، فهمتني؟ انا نقول مره نعمل في ديسكسيون نقول مفتح لها قدامي بالرسمي النيفو نتاع تارونتي نتاع سامحني نتاع روبرت دينيرو وكل جو هذاك، قول لي تحكي بجدك، فهمت؟ معناتها ياسر نطيحوا من القيمه نتاع شنو عندنا، معناتها فهمت؟ تقول يقول هذاك يعمل في كيما انا درنا نعمل في البودكاست، جيب فيها يحب يعمل بودكاست، علاش جيب فيها؟ علاش مش هما يحبوا يعملوا حاجه كيفي؟ معناتها
سي ان ستيل كوم ان اوتر فهمت. ولكن واحد يعمل حاجه مثلا باغودي على ترين، شفت الترين، شفت هذه حاجه وقفت لي مخي كان في تونس، شفتهم لي كومونتير هذوم ترين تيك توك شناي، انك تاخذ ترند وتعاودها ولا تعاودها بستيلك تزيد عليها تعملها نفسها، تقول ترند تسرق، قلت تسرق بالرسمي مش نورمال، متشوفها كان في تونس فذيك بار كونت كان يشوفها يعملها واحد امريكي يعاودها على عربي يقولوا واو مش نورمال عملها خير منك. انه معناتها تو اخذت بون مانيش فاهم اخذت فدليك برسم كذا لو يجب تفدليك اما ليه ليه اخذت فدليك معناتها دي انفلونسور دي كرياتور دو كونتوني يقولوا ولينا مسيطر علينا مواقع التواصل الاجتماعي، معناتها عباره ساهمتوا في اختراع وساهمتوا باش الاختراع هذاك يحلق باش الاختراع هذاك يولي اكسيسيبل للناس الكل، واليوم درتوا عليه جيتوا ضده اللي هو صنع منكم اللي صنع اليوم. والله انا الريبونس نتاعي حكينا فيها في الاوف، قلت لك عباره الفريد نوبيل معناتها كيف ما عمل ديناميت في مرحله معينه بعد رجع على روحه وقال لي اختراع ذي ذر فانتوما ما اخترعتوش لكن ساهمتوا. اما نحن كخوذنا ككوميونيتي نتاع دي كرياتور دو كونتوني اللي ولينا برش مانيش معزولين لا على المجتمع لا على الدوله نعيشوا فيها، بمعنى وانه في الدول اللي برا فما انتراكسيون مثلا كي نجي نقول انتراكسيون ما بين الدوله وصناع المحتوى فما قوانين، فما قوانين في البرلمان يناقشوا في وضعيه الانفلونسور في دبي عملوا اكزونيراسيون ما عادش يخلصوا في لي زامبو في فرنسا ايمانويل ماكرون عمل فيديوهات مع ماكفلاي كارليتو عمل سناب شات تيك توك. هذا مثال الانتراكسيون ما بين الدوله احنا كنت تمشي الوزارة ولا كنت تمشي الاداره تقول له نحب مهنه فيها صناع المحتوى يقول لك عاش ولدي زي متفدليك اكثر من هذا. انا مثلا ككرياتور دو كونتينو اللي ما فما برشا يفهموا خير مني في السياسه كل شيء، اما تخيلني انا مثلا حاب نعمل انترفيو مع رئيس حكومه باش يرفضوا لك نصور مش يرفضوا لي تي ميم با نخلط تاخذ توصل الجواب نعملها الدوموند خاطر هما ماهوش فاهمين احنا فاش قاعدين نعمل دونك اكزاكتومون كي نجيو نرجعوا للسؤال اللي طرحته خاطر هما ما يعرفوش اوغلسان اكزاكتومون باهي انت في السؤال اللي طرحته انه نحن اخترعنا اختراع وتوا قاعدين نتسائلوا على الحاجه ذي اللي هي خاطر دو ان مانيش معزولين الدوله لازمها تلعب الدور نتاعها في قانون في انه عندك دي كرياتور دو كونتينو ماهوش معترف بهم كي يجيب شي سافر ما ينجم شي سافر خاطر ماهوش مقيد حتى شيء ما يخلصلكش ما يخلص في الامبو وقت اللي هو ينجم يكون يدخلك امبو. الحاجه الاخرى الانتراكسيون مع المجتمع نحن والمجتمع ما عندناش مثلا ديجيتال ليتريسي ثقافه الانفراستركتور نتاع الكرياسيون دو كونتينو اننا نتعاملوا مع الفضاء الافتراضي هذايا ان نحميو رواحنا منه ان نعلمو صغارنا كيفاش يتعاملوا معاه. دونك سيرتا مومون باش نخلطوا انه الكرياتور دو كونتينيو في حد ذاتهم كي يخزروا لرواحهم في تليفونهم ولا في المرايه هما مساهمين باش انهم عملوا حاجه اللي تنجم تفرقعنا كل به. نمشي معاك ما ابعد لو اي وسيمي الشافعي مفهوم عاش قول له اي كهو وانا سيمي الشافعي تقول سيمي الشافعي ما خاطر مره عندها لا لا مره نقول له اي شيرني لا مره نقول له اي شيرني ومره نقول سيمي نتك بس اكثر معاش باش ما تكونش معناتها لازمك ديما تنوع. نمشي معاكم ما ابعد عندي لوم عندي ايه؟ لومه لوم به كلمه انفلونسور اذا كان نمشيو نلوجو على الديفينيسيون نتاعها في القاموس شي يقول لك يقول لك بيرسون كي انفلونس لوبينيون لا كونسوماسيون بار لودونس نتاعها على لي ريزو سوسيو. للاسف في تونس كلمه المؤثر اقتصرت على الاستهلاك سي فري تحب نجم نجيو فازي معناها انا اليوم بخلافك انت ولا كعبه ولا اثنين يحاولوا هك اما الباقي اليوم تي تشوف ديجيتال يقول لك تيان هذا البرودوي اليوم تنجم تجربه هذا ده شيء هذا وليت كثره كبيره وليت ايبرتروفي التام الكبرى الكارثه اللي قاعده تصير في تونس بومباردمون هذا نتاع دي بوبليسيتي وديجا فما مره جات البودكاست معايا وكل شيء حكيت فيه الموضوع على قالت لك سي ان بومباردمون اون اي با كونسيون قالت لك بالرسمي فما برشا وانا اليوم على اول انفلونسورات بديو فهمت بالحق معناتها الاولانيين اللي اسسوا خاطر كلمه كي مو يشدوا كلمه انستغراموز ويبدلوها صحيح بالحاجه اللي تعرفها فهم جو سوي كونتر انا ديفينيسيون هذيك خاطر سمعتها كيف كان في تونس خاطر اي سون لي انستغرامور اوز واللي تحب فالوريزي في العالم العربي الكل
فمش كلمه مثلا في فرنسا توا فما مفهوم اخر على لي انفلونسور قاعدين يتصرفوا بطريقه اخرى قاعدين معناتها تشوف بوبا وسسمة الاخرى نسيت اسمها لا اله الا الله محمد رسول الله بوبا وكل عركه كبيره معروفه على الاخر اللي عندها اللي عملت التيلي رياليتي نسيت اسمها متحط بربي من غير تقول اسم عرفتها لا علينا هذيك قالت لك جوفون دي زيما قالي ولا داش نسيت تنطلع اسمها لا مش هذيك واحده اخرى تفضل جيش نخربها تو في الراديو جبراب يا خاطر عرفتك باش تمشي الاخرى شك على روبي انت لا علينا صحيت ما ندخلوش في التريب هذيك ان توكا الفازه هو انه الاولانيين اللي بداو ديما يوريو الدنيا بارفيت وديما جرعة سلامه الناس الكل رانا احنا موجودين لهنا شوفوا الدنيا هذيا شوفوا ذي ساك اللي خذيتو شوفوا اللي هي مش مشكله انك توري دي برودوي راه كي ماهيش مشكله كي يبدا فما اكيليب كي يبدا فما اكيليب معناتها انت من الاول سانسو الناس انه شوفوا حياتي البارفيت معناتها هذيك هي الديفينيسيون الاولانيه كي احنا خلطنا بعض بروتر عملنا ديفينيسيون جديده فهمت مي بعد هذا الكل والمشكل هذا الكل انه في الاخر فما اكسي صحيح فما عبيد تعمل لك 4 بلاس مينيت تاع برودوي فرد نهار فما شكون يستحق لقب المؤثر اليوم انا الحقيقه قصدي له اي فما عبيد تعمل بلاس مليار بلاس مينيت برودوي فرد فما شكون يستحق لقب انفلونسور اليوم وي فما نعتبر مش خاطر صحابي مره اخرى سامي الشافعي نعتبره الانفلونسور رقم واحد في تونس ياسين صندس ذا دريمر ذا دريمر فما انا الحقيقه نحب نرجع على الانفلونس هذه في حد ذاتها قلت هيك انا في اول انترفيو معك قلت وانه ايتر انكر يعني كي يسالوني العبيد ولا حتى لي جون هكا كي نحاول نبارتاجي اكسبيريونس être un créateur de contenu اول حاجه لازم فيها responsabilité sociale تاعك انت envers société وقلت لك سهل برشا انك تولي مشهور طبعا لك الامباكت سهل برشا انك تولي مشهور تاخذ فيديو نتاع عبد وتسبو سهل برشا ولو يعملوها برشا سهل برشا انك تولي مشهور اما انك تعمل امباكت وانك تكون كونسيون باللي تعمل فيه ولوين تحب توصل وخاصه خاطر اسماعيل هذا فما حاجه مهمه برشا فما دي زادوليسون يتفرجوا واللي هما سيرتان مومون زاد ما همش كونسيون زاد تبعوكم انتم وزاد نوعا ما قالوا عيشتهم سهله علاش احكي لك على شكون اللي عاشتهم سهله لا نوعا ما نوعا ما اما لي زادوليسون اما لي زادوليسون فما اللي يتفرجوا اللي سيرتان مومون ما يعرفش الخطوره نتاع الحاجه الميساج اللي يتعدى ولا الحاجه اللي تتقال باناليتي وتتعدى ان كرياتور دو كونتينو ولا ان انفلونسور لازم يكون عارف الحكايه هذيك مسؤول يعني انا ما نعرفش باش نرجع مثال روحي اسماعيل في لي سوجي بوليتيك برشا عباد يلوموا علي علاش نعطي في لي زوبينيون تاعي في لي سوجي بوليتيك ونجاوب بكل صراحه نقول سيرتان مومون الحقيقه نعتبر روحي شيطان اخرس لو كان ما نجم ما نحكيش في السوجي هذاك بالاوبينيون تاعي من بعد ما نقول المعلومات والفاكت اسكو العباد الكل تعمل كيكه؟ لا ما ننساوش زاد وانه السوشيال ميديا ولات ربح سريع لبرشا ناس دونك بوركوا با وبما انه ندخلوا في برشا فلوس ونعملوا في برشا فلوس واللي هي حاجه ليجيتيم لبرشا عباد دونك نسيبوها ومره اخرى كي تغيب الدوله وتغيب الاطر القانونيه ويغيب حس المجتمع فباش تلقى روحك في كارثه كبيره نتاع استهلاك نتاع كونسوماسيون نتاع دي برودوي بيرمون وقت اللي تلقى في دول اخرى فما ليكيليبر فما ايتود عملوا لها تال ايتود امبيريك سور لو رول دي انفلونسور ديجيتو دون لا ستراتيجي ماركتينغ ديجيتال ريفو انترناسيونال دي سيونس دو جيستيون ايتود مزيانه كان جي عندي برشا الوقت رانا فركناها ليتود هذه اكثر وقت تو نهديها لواحد منكم الاولي دعملوا عليها عندي تيز دكتوراه حاسي بها تو بروفتي كنت حاضر سؤال اليوم المحوري اللي قاعدين نتسائلوا فيه ومن بكري نحكيو باش نخلطوا للحاجه وين ماشي ديجيتال يسر فاك سؤالك برو هذيك علاش ما نحبش نعصر ماشي ديجيتال في تونس لازم تتنكدري الحكي انا داش نحب نقول سينو باش تمشي في هويه برشا بحق الدوايت كونكدري على الاخر لازم فما قوانين في برشا حاجات في كل شيء في اللي تخلوا في مخك كل كسوا لي بوليميك صاروا قبل في جيف ويز فما عباد راضين انتوما كونهم موجودين في السفيره ذي ولا ماذا بيكم تنحيهم سون بورتون سيتي دي نو ما تخافش مانيش باش نسكم الاثنين ليه ما انا واحد من الناس ولا معاك كثره الخير محلاها سا ديبون شنو الخير هذه المشكل وي انا هذه مشكلتي وانه فما انواع معينه نتاع كونتينو
مرة أخرى ريت في الإيكوسيستم. أما تنجمش تحكم نعرف كل نعرف. هذا كونتوني نعرف نعرف لا 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 مانيش مانيش قاعد نحتكر في الذوق العام ولكن في أي إيكوسيستم كي غيب ليكيليبر الإيكوسيستم يتفتق من بعض فهم دونك أنا نمن وأنه لازم تبدأ فما الأذواق الكل متاحة وخاصة وذي المهم أنا نعتبره أنه خلطنا سرطان ماما وأنه السوشيال ميديا اللي هي سميها الميديا الترناتيف في وقت معين الامباكت متاحة ينجم يكون أخطر برشة 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 من مينستريم ميديا اللي كنا نسبه فيه للسموم اللي تعدى للاديكسيون اللي تنجم تصير للدراسات انت عندك يوتيوب قدامك دراسات اللي قاعدة تخرج على الاديكسيون دراسات اللي قاعدة تحكي على مي vous avez contribué à cette addiction contribué في شنية مسمعي on a pas contribué في الكونتوني المتنمر لي لي لحظة برد يعني دي زاكتور في زاكتور معناتها اكتور في اندستري سي نورمال vous avez facilité l'accès للحاجة ذي اثنين خلقتوا كوميونيتي ثلاثة خلقتوا انسان يبدا يستنى وقتاش باش تهبطوا حاجة دونك انتوما vous avez contribué نوعا ما للاسور نتاع الحاجة هذه كوني تولي متوفرة وموجودة بكثرة ماهيش بالمعنى الخايب باش نعطيك اكزومبل بربي لحظة باش نعطيك جوست اكزومبل انت مثلا انت في راديو لي راديو في لي ميديا ايزون كونتريبيي في برشا فيك انفورميشنز غالطين مثلا اسكو نقول لك انت اكتور في وسطهم وكل فما البيه والخايب في كل مجال هذا نجاوبك عليه بطريقة سامبل كيما في ليدوكاسيون فما بروفيت بيهين بروفيت خايبين انت برسمي مش في وجهك تو اكسيلون ومحليك وكومون تو تريت الفازيت فما ناس لي برو فما ناس لي مش نقول لك خاطر يحبوا يعملوا بوز لي مش كان هذا في اي يونيفير موجود في اي يونيفير فوالا شفتك حاجه ذيك بعد بقى كسوا راديو هذوكم لي كانو دو ديفيزيون كسوا راديو والا تلفزه والا انت انفلونسور خاطر تسمى وليت ان كانال دو ديفيزيون انت انفلونسور عندك مسؤوليه عندك مسؤوليه عندك دي شيفر عندك ارقام 10000 20000 500000 مليون اللي هو انت مسؤول وكما قال في وست سبايدر مان ويذ جريت باور كامز ويذ جريت ريسبونسابيلتي عندك بوفوار نفوذ مهبول لازمك تعرف شنو تخرج من فمك مش كل واعي بالبوفوار لازم تعرف على ذيك لازم ما نحبش خلينا نقول كونسوماتور اما العبد اللي يتفرج زاد نحن لازم مش نحن كديكرياتور اما كمجتمع وكدوله لازم نخمو انه الانسان هذاك ياخوها ويخمم فيها سونس كريتيك زاد صحيح انه ياخذ حاجه ماهيش ياخوها مسلمه انا واحد من الناس كي نديفيزي معلومه ساعات اللوم على الناس كي تقول لي ابعث لي سورس خاطر كي نعطيك معلومه تحب تلوج على السورس باش تتعلم كيفاش تفكت شيكي باش تتعلم كيفاش تعمل هل باش تقعدوا في تونس لؤي شيرني وسامي الشافعي بديت بلؤي شيرني ما تحسك ماشي سامي الشافعي تو باش نمشي سامي الشافعي من بعد نرجع لؤي شيرني باهي انا راني معناتها راني معناتها هنا انا في تونس اما كي تجيني خدمه لبرا نخرج بيان سور معناتها مانيش نقول لي بربي لي ما نحبش نخدم خليني كان في تونس وما نكذبش لي زوبورتونيتي واللي فالور نتاعي والقيمه اللي ناخذها لبرا معناتها بالحق لي دو بيك اللي صاروا لي في حياتي يا برو برا في الخليج علاش علاش اون فيت جي رياليزي ودي درنا مو نحكي فيها مع اصحابي قلت لهم روبلي ميكرو هذا حاجه رياليزيتها وقلت بالرسمي معناتها اون فيت الناس تعرف انه تعرف وقتاش تتسائل على قيمتك والافونتور نتاعك ومغامرتك كي تخرج وكي تعمل سكسيال برا يقول لك هذيك تونسي تابعنا باش باش تعمل انت فهمت فما حاجه متحضر فيها شوف شنو نعمل عندي برشا حاجات مزيانه مثلا نحكيو فيهم ولا نخلي العباد تكتشف لا نجم نعطيك حاجه اكسبلوزيف نعطيني حاجه السنه فرحان برشا مش حاق زوز احلام فهمت الاولى انا غدوه انا ماشي لنيويورك وذا ما قلتهاش على السوشيال ميديا بالرسمي بالرسمي حلم تاع صغار تاع صغر مش نورمال باش تعمل فما خدمه واش نعمل فيها دايركتينغ باش نصور في التايم سكوير زيد معناتها فيديو معناتها مش اي فيديو باش نصور في التايم سكوير غادي وين تصور برشا افلام هوليوود وكل شيء والثانيه نورمالمون تلقاني السنه كانفيتي مش بارتيسيبون خاطر بدينا من الاول انفيتي ميساج في فيستيفال دو كان تاع سينما واو برافو بيج اب برافو دونك انا فرحان برشا جيت من هوني الحلم جيت من هوني صاحبي معناتها بو امبورت معناتها شنيا بحق بو امبورت شنيا يتقال بو امبورت التنبير هذا الكل ديما القدام وصلنا وصلنا لؤي شنو محضر لنا لا انا مانيش محضر شيء حتى نفض اموري الحقيقه حتى انت تصالح مع نفسك حتى نصالح مع روحي ولكن مادام فما غدوه مادام فما امل وان شاء الله ان شاء الله يجي نهار بلادنا نلقاوها
كيف ما يستحقوها العباد خاطر تستحق ماشي. ميرسي انفينيمون لؤي الشيرني، ميرسي انفينيمون سامي الشافعي اللي كنتوا لي زانفيتي نتاعنا لهنا في موزايك.